سمحت الشيخ، يتجه كثير من الخطاب الإسلامي إلى الأخذ بالأحكام والتأكيد عليها والتحذير من مخالفتها، إلا أن بعض المسلمين الذين تلقوا هذه الخطابات يتشككون بعقيدتهم بمجرد أسفارهم واطلاعهم على المواقع الملحدة. فهل أغفل الخطاب الإسلامي شيئا من أمور التربية الإسلامية يمكن أن تحصن هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى حصن العقل البشري بما جعله أمامه من مظاهر عظمته تعالى التي تتجلى في كل ذرة من ذرات هذا الكون. كل الكائنات إنما هي كلمات الله، كما يقول الشيخ نصر بن أبي نبهان: كل ذرة من ذرات الكون هي كلمة من كلمات الله ناطقة بوجوده. فكل ما في الكون إنما يعبر عن وجود الله وافتقاره إلى الله. لو فكر الإنسان في أدنى الكائنات، في أقل ما يمكن أن يفكر فيه، لوجد فيه من آيات الله تعالى ما يبهر العقول. كل ذرة من ذرات الكون عبر عنها الشيخ بأنها كلمة من كلمات الله، ولكن هذه الكلمة هي بحر لا ساحل له، هي بحر لا يمكن أن يصل يقطعه الإنسان في حياته بأي سفينة يمخره بها من سفن العلم والعقل. كل ذرة من ذرات الكون هي بحر لا ساحل له، فضلاً عما يبصره الإنسان في نفسه من آيات الله تعالى الشاهدة على وجوده. كل خلية، أنا كنت قلت قبل فترة بأن كل خلية من خلايا الإنسان لو قطع الإنسان عمره كله في دراستها لما وصل إلى شيء. وإذا بأفاجأ في دراسة أعدها أحد المفكرين الكاتبين عن الهندسة الوراثية، ويذكر فيه ما هو أدق من الخلية، الجزيئة. الجزيئة ما هي؟ هي يعني لا تساوي شيئا بجانب الخلية. قال عن الجزيئة بأنها لو شرح ما فيها من آيات الله سبحانه وتعالى لملأ ذلك 900,000 صفحة، 40 ضعف الموسوعة الطبية البريطانية التي هي في 40 مجلدا. هذه الجزيئة يعني نحو 1000 مجلد، الجزيئة، شرح هذه الجزيئة. فبأي عقل وبأي علم يستطيع الإنسان أن يحيط بهذه الحقائق؟ هذه كلها. فإذا القرآن الكريم وجه الإنسان إلى النظر في نفسه وإلى النظر في المخلوقات الأخرى، وأثار العجب من الشك في الله تعالى، مع كون هذه الكائنات بأسرها إنما هي من صنعه. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كيف يكون الشك في الله تعالى؟ وهذه السماوات وهذه الأرض كلها تنادي الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى صنعها. هذا ما سوف نبحثه إن شاء الله تعالى فيما يأتي في قضية الصدفة، وما يقوله هؤلاء المشككون في الله عز وجل. سوف نطرق هذا الجانب إن شاء الله بقدر ما يمكننا. على أي حال، الإنسان عليه أن يفكر في وضوح هذه الآيات التي يقرأها في الكون كله معرض، الكون كله متحف، متحف إلهي يجد فيه الإنسان صنع الله سبحانه وتعالى. كما سمعت أحد الدعاة قبل سنين كثيرة في أحد المحاضرات يقول مخاطبا لله تعالى ومنزها له ومقدسا، يقول: عرفك المؤمن ولم يرك، وجحدك الكافر ووجوده ناطق بوجودك. كيف تخفى والشمس بعض آياتك؟ أم كيف تدرك والروح بعض أسرارك؟ سبحان الله.